السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. المملكة تقود تحركا عربيا وإسلاميا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات في فلسطين. المنافذ البرية والبحرية والجوية تواصل استعداداتها لاستقبال المسافرين لخارج المملكة في اليوم الخامس من شوال. وأمانات المناطق تكثف حملاتها الرقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك وتغلق منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. أحييكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان في مراسم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة بحضور عدد من رؤساء دول العالم. ونقل معالي لفخامة الرئيس الجيبوتي تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتمنياتهما لفخامته وجمهورية جيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار. اجتمع المندوب الدائم للمملكة السفير عبد الله المعلمي مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركا عربيا بشأن فلسطين. وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات. كما اجتمع المندوب الدائم للمملكة السفير عبد الله المعلمي مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، حيث تقود المملكة من منطلق ثقلها السياسي ودورها الإسلامي تحركا إسلاميا بشأن فلسطين. وتهدف اجتماعات المجموعة الإسلامية مع رئيس الجمعية العامة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة، ليطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم وجموع المواطنين الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك. ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، مشيرا سموه إلى أن هذه المناسبة السعيدة والبهيجة لنا جميعا فرصة لتقوية روابط التكاتف والتعاضد وتقوية اللحمة الاجتماعية في جميع أنحاء هذا الوطن المبارك. أجواء العيد في منطقة عسير باتت مختلفة هذا العام مع استمرار الحالة المطرية على المنطقة، فالطبيعة الخلابة في الحدائق والمنتزهات والميادين العامة جعلت منها منطقة جذب مميزة. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا من مدينة أبها مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله آل عبيد. مرحبا بك عبد الله. اهلا بكم هنا. صحيح، اهلا بكم هنا. صحيح، انا اتواجد اليوم. ماذا لديكم من تفاصيل في هذه الاجواء في الجميله؟ ايام عيد الفطر المبارك ونحن نسعد باجواء مميزه. نعم. كيف هي الأجواء لديكم؟ اليوم الحالة المطرية مستمرة في مدينة أبها في ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك والناس مستمتعين. صحيح، ما زالت يعني كما تشاهدين الأجواء في منطقة عسير أجواء مميزة. كان للحدائق والمنتزهات والميادين العامة في منطقة عسير النصيب الأكبر من أهالي المنطقة وزائريها الذين استمتعوا فيها بالأجواء المميزة سواء منذ ساعات الصباح الأولى أو في فترة المساء من بعد العصر وحتى يعني بعد العشاء. أجواء مميزة تشهدها مدينة أبا، أيضا هطول الأمطار على هذه المنطقة جعل منها عامل جذب مميز، يعني كما تشاهدين الآن من خلفي أعداد كبيرة جدا موجودة في المناطق المفتوحة التي تعد ضمن
من المناطق المراقبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامة ودرجات الحرارة، وأيضا التأكد من تطبيق توكلنا. أنا أتواجد الآن داخل ممشى وسط أبها والمعروف بشارع الفن، إقبال كبير جدا من أهل المنطقة وزائريها، أيضا تواجد كبير جدا للأجانب والمقيمين في منطقة عسير للاستمتاع بالأجواء المميزة في إجازة عيد الفطر المباركة، التي يعني جعلت من هذا الموقع مكان استثنائي لالتقاط الصور التذكارية وأيضا الاحتفال بهذا الموسم المبارك. كما تشاهدين خلفي أيضا أشجار الجاكرندا، والعلي محمد ينقل لكم جزء من التفاصيل الموجودة خلفي لهذه الشجرة المميزة، وأيضا إقبال الناس وتواجدهم من حولها ذات اللون البنفسجي وأزهارها المميزة في الفترة الربيعية بالنسبة لها. هذه الشجرة التي اعتمدت أمانة المنطقة زراعتها بما يقارب 25,000 شجرة، وسيتم التوسع فيها وفق توجيه سمو ولي العهد للنطاق الزراعي الذي تم العمل عليه في منطقة عسير ومدينة أبها تحديدا. أيضا منى كما تشاهدين أعداد كبيرة جدا وفدوا إلى هذا المكان يستمتعون بانخفاض وتدني في مستوى درجات الحرارة الباردة، التي جعلت منها عامل جذب حقيقي لكل من يزور منطقة عسير ومدينة أبها تحديدا. أيضا أؤكد لك أيضا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق المرتفعة كالسودة وباحة ربيعة وأيضا شعف الويمن والعديد من القرى الموجودة على شعف منطقة عسير المطلة على تهامة منطقة عسير. كانت هذه الأجواء المميزة وأيضا سعادة الناس الغامرة التي رصدناها من هنا من شارع الفن بمدينة أبها. هي أجواء مميزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الزميل عبد الله آل عبيد. حدد تنظيم إعانة البحث عن العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا صرف الإعانة المالية لمدة 15 شهرا، ووفقا للتنظيم سوف يكون صرف الإعانة للمؤهلين وفقا للشروط لمدة 15 شهرا، يكون مبلغ الإعانة الأشهر الأربعة الأولى منها 2000 ريال ثم 1500 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 1000 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 750 ريال لمدة 3 أشهر. كما حدد التنظيم الجديد طرق التقديم على الإعانة المالية وشروط الاستحقاق والفئات المستهدفة وآليات الصرف والحوافز وطرق التأهيل والتدريب للباحثين عن عمل. نوهت النيابة العامة إلى أنه يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح من وزارة الداخلية. وأوضحت النيابة إلى أن كل من يهرب المفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو التجرى فيها يعاقب بالسجن ل6 أشهر وغرامة ل100,000 ريال. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم من جديد. ترفع المملكة تعليق سفر المواطنين للخارج ابتداء من الساعة 10 من صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المواطنين. بين آلاف الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى المملكة، يبرز الداخلين للمطار تطبيق توكلنا ولا يستثنى أحد، بالإضافة لقياس درجة الحرارة التي تعتبر أحد أهم الخطوات الأولى للفرز الصحيح. مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بمساحته الشاسعة يسهل تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه لإكمال الرحلات بسلامة وأمان. وفي كل الظروف يحاول جميع العاملين عدم لمس الورق أيا كان إلا للضرورة القصوى، ويضاف لذلك تعقيم مستمر بالأشعة فوق البنفسجية بالتحديد جهاز UVC، وهو ذات الجهاز الذي يعقم غرف العمليات في المستشفيات، كما لا يستغني فريق عمل المطارات عن التعقيم اليدوي. الرحلات الدولية في الخطوط السعودية لن تترك مسافة بين الضيوف لعدم ارتفاع الأسعار ولعدم توصية اتحاد النقل الجوي الدولي بذلك.
أما الطائرات السعودية فقد نقلت أكثر من 10 ملايين مسافر وقت الأزمة، وهي ذات الطائرات التي تنقل المواطنين للخارج وسط تطبيق لأعلى معايير السلامة. كل هذا وأكثر من أجل أن تكون الرحلة آمنة ذهابا وإيابا. خالد المطرفي، جدة. أكملت مطارات المملكة استعداداتها لاستقبال المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الخارج عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، وجهزت المطارات صالات القدوم والمغادرة حيث نالت المعايير الصحية الاهتمام الأكبر في المطارات من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة. كما وضعت المطارات المنسقات والإرشادات الواجب على المسافر اتباعها عند وصوله للمطار وحتى المغادرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية. أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بما لا يقل عن 72 ساعة كشرط للدخول إلى المملكة عبر الجسر لغير حاملي الجنسية السعودية. يأتي ذلك فيما يستعد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار المملكة برفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد. وقالت المؤسسة إن الدخول للمملكة من قبل السعوديين لا يتطلب أي إجراءات إضافية، فيما سوف يتم فرض وجود فحص لغير السعوديين. أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها استقبلت 93 بلاغا كل ساعة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك على المنشآت التجارية المخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. وأشارت الأمانة أن الفرق الميدانية تباشر جميع الملاحظات على مدار اليوم وتثمن تعاون المواطنين والمقيمين الدائم للارتقاء بمدينة الرياض. كما أعلنت أمانة محافظة الطائف عن إغلاق منتزه ردف احترازيا وذلك بسبب زيادة أعداد الزوار والمتنزهين وللحد من انتشار فيروس كورونا. أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 13 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة قرابة 7000 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وتم تحرير 239 مخالفة للتدابير الاحترازية في مدن ومحافظات المنطقة. هذا ويلتحق بنا من القطيف مراسل أخبار السعودية طارق الغامدي ليطلعنا على تفاصيل الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المحافظة خلال أيام العيد. مرحبا بك طارق. مرحبا منى وبمشاهدينا. لا طبعا نحن الآن في محافظة القطيف، هذه المحافظة الجميلة والرائعة. طبعا الإجراءات الاحترازية يعني يتم متابعتها من قبل الجهات الأمنية والجهات المختصة للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها. يعني قلة قليلة من لا يلتزم بهذا الجانب، وفي حالة عدم الالتزام سواء بالخطأ أو بالسهو سوف يكون هناك تطبيق الإجراءات والأنظمة والقوانين التي تتبعها هذه الجهات. ولكن للمزيد يعني ينضم إلينا الملازم محمد الملحم المشرف الميداني لدوريات الأمنية بمحافظة القطيف. ملازم محمد، يعني بداية ودنا تطلعنا على الإجراءات التي تقومون بها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في فترة العيد، وهي فترة يكثر فيها يعني الزيارات والمقابلات وذلك نتيجة للوضع الاجتماعي والوضع الحالي لفترة العيد. أولا أخوي طارق أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات قناة السعودية، كذلك أود أتقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وسمو سيدي وزير الداخلية حفظهم الله جميعا والأبناء وبنات الوطن بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أسأل الله العظيم أن يعيدمه علينا ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان. كما تلاحظ قيادتنا الرشيدة حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كذلك بتكثيف الجولات الميدانية في أنحاء المحافظة لرصد المخالفين والمخالفات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ولله الحمد حتى الآن لم ترصد أي ملاحظات كذلك في فترات العيد الفطر المبارك. كيف وجدت تجاوب المجتمع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة فترة العيد؟ تعرف مستر محمد فترة العيد هي فترة اجتماعية، التقابل، اللقاءات، التجمعات الأسرية، كيف وجدت تجاوب الأهالي في محافظة القطيف في هذا الجانب؟ ولله الحمد فترة العيد الفطر المبارك لم ترصد أي ملاحظات فيما يخص التباعد الاجتماعي، نرى وعي تام من قبل المواطنين والمقيمين في محافظة القطيف وتميزهم، وهذا ليس بغريب عليهم. ولله الحمد الفترة الحالية جميع الجهات الأمنية تتابع وتراقب التواجد في المواقع العامة للمنتزهات، كذلك في الأماكن الخاصة، ونهيب الجميع بالتقيد بتلك الأنظمة. السؤال الأخير مهندس ملاز محمد، يعني كيف تجد يعني تعاون الجهات الحكومية فيما بينها في التنسيق والتنظيم للتعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإشراف عليها وأيضا متابعة هذه الإجراءات؟ ولله الحمد هناك سهولة فيما يخص متابعتهم معنا، في حال رصدت بلاغات في داخل المنازل نتابعها مع الجهات الخاصة بمساعدتنا في التركيز وضبط المخالفين، كذلك فيما يخص المواقع العامة الدوريات الأمنية ترصد وبكثافة نسبة التواجد العالية، ولله الحمد في تلك الفترة لم ترصد أي ملاحظات. أيضا فيما يخص التجمعات وإن رصدت راح يتم تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم وبحق جميع المخالفين، سواء كان في التباعد الاجتماعي أو في نسبة الاجتماعات سواء كانت أسرية أو في مواقع عامة كذلك خاصة. شكرا ملازم. العفو. هنا كان معنا الملازم أول محمد الملحم المشرف الميداني للدوريات الأمنية محافظة القطيف. مثل ما سمعتم أكد على مستوى الوعي الذي يعيشه المجتمع السعودي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها خاصة في فترة العيد التي يكثر فيها التزاور والتقارب وأيضا الزيارات الاجتماعية بما يعني تحتوي هذه الأيام من طابع اجتماعي خاص لدى المسلمين والمجتمع السعودي. شكرا جزيلا لك طارق على هذه المداخلة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدا مؤقتا بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوما 1188 مسجدا، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 432,269 إصابة، من بينها 8,363 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1,331 حالة حرجة. كما تم تسجيل 1,012 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 416,759 حالة تعاف، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة. حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، داعية إلى الاستمرار بالتقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. يأتي ذلك في وقت تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا 11 مليون و300 ألف جرعة حتى الآن، عبر ما يقارب 600 مركز في مناطق المملكة كافة. وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، داعية الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي وتلقي اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية.
حييكم من جديد. تعايش المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 من شهر مايو، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في البناء. الأسرة كيان عملت المملكة على تماسكه وتعميق مفهومه للحفاظ على هويته وقيمه وتحسين مستوى الحياة الأسرية بمختلف جوانبها، حيث عززت المملكة دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية لأداء مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع. وفي اليوم العالمي للأسرة تعمل المملكة ودول العالم على زيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الأسرة في جميع أنحاء العالم، حيث يعكس الاحتفال بهذا اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع العالمي للعائلات كوحدات أساسية في المجتمع، علاوة على اهتمامه بوضعهم في جميع أنحاء العالم. وتتنوع الجمعيات الخيرية الداعمة للأسرة في المملكة، إضافة لإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وذلك امتداداً لحرص واهتمام الدولة بتركيبة الأسرة السعودية وأفرادها كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، ويعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل قادر على مواجهة التحديات والتحولات. كما جاء إنشاء هذا المجلس للرقي بالأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في البناء والتنمية، إضافة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. يوم عالمي للأسرة يأتي هذا العام بتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مما يعزز مظاهر تماسك الأسرة وألفتها في استشعار حي للمحبة والتآلف، إضافة إلى إسهامه في قوة هذا الكيان ورسوخه كلبنة من لبنات المجتمع وتركيبته الرئيسة. يحافظ أهالي منطقة نجران على لبس الجنبية والخنجر خلال أيام العيد المبارك كرمز تاريخي وتراثي أصيل لأهالي المنطقة. تعد الجنبية والخنجر موروث أصيل يعكس الإرث الحضاري لمنطقة نجران، ويتميز بذوق فني وتراثي فريد تتوارثه الأجيال عبر مراحل التاريخ بوصف الجنبية زيا تقليديا، حيث كانت الجناب والخناجر قديما تستخدم سلاحا للدفاع عن النفس، واستمرت حتى الآن رمزا للأصالة ومصدرا للفخر وزيا تقليديا في المناسبات والأعياد. ولا تزال صناعة الخنجر من أبرز الصناعات التقليدية القائمة في منطقة نجران، حيث تصنع من الحديد بمقبض يصنع من قرون بعض الحيوانات ويحلى بقطع فضية أو ذهبية، في حين يصنع الغمد من الخشب المغطى بالجلد أو بصفائح من الفضة، ويثبت الغمد في حزام من الجلد. سوق الجنابي أحد الأسواق التراثية المتخصصة في بيع الخناجر النجرانية بأشكال متعددة وزخارف ونقوش فنية رائعة، حيث يشهد السوق نشاطا في عمليات البيع والشراء لإقبال المواطنين على شراء الجناب وتجديدها تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام. الخناجر والجنبيات تعد رمزا تاريخيا وتراثا أصيلا لأهالي منطقة نجران، يحرصون على اقتنائها كبارا وصغارا لما يمثله الخنجر النجراني من هوية حضارية لأهالي المنطقة. الاحتفال بالعيد مظهر من مظاهر السعادة والسرور، يمثل تواصلا وجدانيا، ويبعث في الأطفال وأيضا الكبار معاني الحياة الجميلة، ويملأ الحياة إيجابية وفرحا وبهجة. تعددت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك بين الماضي والحاضر، فاستمرت عادات واندثرت عادات واستحدثت أخرى، وبقيت الفرحة بقدوم العيد لا تختلف. فقديما كانت الاحتفالات بالعيد تبدأ قبل حلوله بعدة أيام من خلال الاستعداد له، فكانت أثواب الأبناء يخيطها الخياط، في حين أن الأم هي التي تخيط فساتين بناتها
وتزين أيديهن بالحناء. وعلى الرغم من اندثار بعض العادات التي كانت تشتهر بها الأعياد في مناطق المملكة بفعل المعطيات الحديثة، إلا أن بهجة العيد ما زالت حاضرة في كل منزل، ولم تختلف مظاهر العيد في الماضي عن الحاضر. فالعيدية العنوان الأبرز لفرحة الأطفال الذين يطوفون على بيوت الجيران لأخذ عيديتهم، وللكبار فرحتهم باللحظات الجميلة التي يعيشونها خلال العيد مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم عاما بعد عام. وما زال للعيد رونق آخر، فالفرحة والسرور لا تشترى لكنها تحس، وتقرب العوائل في أجواء اجتماعية تسودها المحبة والألفة وتعلوها الابتسامة والضحكة فرحة بالعيد السعيد. يعمل مشروع العينة وسوق سويقة والذي يأتي ضمن مبادرات ومشروعات نماء المنورة على دعم الأعمال الحرفية واليدوية وتمكين السيدات في المنطقة. هنا وحيث أتواجد أنقل لكم أحد أهم المشاريع الداعمة للأعمال الحرفية واليدوية، حيث يتم تدريب 3000 سيدة وتمكين 900 منهم خلال 3 سنوات، ليأتي هذا المشروع محققاً نجاحاً واسعاً في مفاهيم التدريب، التأهيل، الاحتضان وكذلك الترويج والتسويق. حأخذكم في جولة سريعة لهذا المشروع. مديرة سوق سويقة أستاذة فادية الزيدان حتعرفنا أكثر عن هذا المشروع وكيف ساهم في إثراء الصناعة المحلية والحرفية واليدوية. مساء الخير أستاذة فادية. أهلاً وسهلاً. الله يسلمك. خلينا نتعرف أكثر عن هذا المشروع. سوق سويقة هو أحد المشاريع التنموية والخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة، هو أحد مشاريع نماء المنورة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية. جميل، هذا بالنسبة للسوق. مشروع أو معامل العينية إيش بتقدم للمتدربات؟ مشروع معامل العينية هي عبارة عن منظومة متكاملة خاصة بالتدريب الإبداعي وبالتمكين وبتجارة بيع التجزئة اللي هي خاصة بالسوق. بالطبع البرامج التدريبية جميعها بتنزل على موقع نماء المنورة ومواقع العينية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجانية لكل سيدات المدينة المنورة. من خلال هذه المعامل، معامل العينية، تبدأ الرحلة الأولى في مجال التدريب والتأهيل من خلال عدة مجالات وأنواع مختلفة للصناعة الحرفية واليدوية. خلينا نتعرف أكثر عن هذه المعامل وإيش بتقدم لسيدات المدينة المنورة. طيب، زي ما كلنا نعرف أنه في حرف كانت مزاولة هنا في المدينة المنورة، هي حرف لأجدادنا وإن شاء الله هي حتكون المستقبل. لذلك إحنا هنا عندنا في المعامل 8 معامل مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات عشان نطلع منتجات حرفية ممتازة، اللي هي معامل الخشب، التطريز، كمان الطباعة، النمذجة، وآخر شيء السعف. وبكذا إحنا إن شاء الله نكون حققنا الهدف ودربنا 3000 سيدة. يقع هذا المشروع في الحي التراثي لحديقة الملك فهد المركزية في المدينة المنورة، ويعد نموذجاً ومصدراً للحداثة والعراقة التاريخية، إطار حديث وفي مضمونه تاريخ يحاكي العمارة والأسواق القديمة في المدينة المنورة. وفي داخل هذا السوق، سوق سويقة، فتيات صنعن الذكريات بأيدي فنية لتبقى في أعين الزائرين ذكرى لا تنسى. فدوى مطبقاني، المدينة المنورة. مبادرة تاكسي إحدى مبادرات جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية، والتي تمكن مستفيدين الجمعية من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق عائد مادي لهم. هلا والله، عندي طلبية توصيل. تفضل. هند ومعاذ،
يتيمان ساهمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في رسم الابتسامة على محياهم ضمن مجموعة من الأيتام، وذلك عبر مبادرة تاكسي لتمكين مستفيدي ومستفيدات الجمعية. ما أقدر أشرحها، بس أنا كنت مرة مبسوطة الحمد لله أخيرا، يعني ما أقدر أوصفها. يعني كم سنة وأنا يعني من طلع القرار الحمد لله رب العالمين حق السواقة، وأنا أتمنى أني أمتلك سيارة، كله بس أستأجر سيارة. تخيل سعر السيارة 2100 ريال على يعني بالنسبة لوحدة ما عندها دخل، وفجأة ما شاء الله يعني أعانون على هذه الشغلة، والحمد لله يعني شعور مرة مريح. رشحوني برنامج تاكسي، كان ضمن عدد أشخاص معين، وأنا ترشحت وتقوا علي، وما كنت طاري على بالي إلا ذيك الفرحة اللي ما تنوصف. كنت محتاج السيارة هذه، محتاج احتياج اني اقضي فيها حاجاتي اليومية، اني اروح مشاويري، كليتي اروح عليها، اقضي مشاوير اهلي. عبر هذه المركبات بات بمقدور الافراد الاستفادة من تعدد التطبيقات وتنوعها، فيما يعتبر دعم الاسرة حافزا كبيرا في شتى نواحي الحياة. طبعا الحمد لله كمان نفس الشيء جمعية بناء وفرت لنا مصدر الدخل عن طريق انها وقعت اتفاقية مع عدة تطبيقات توصيل، يعني نصير نوصل مشاوير، نوصل مواد غذائية. لا والله ما خجلت، وهذا فخر واعتزاز اني جبت امي معي، وهي اول من دعمني في هذا المشروع. التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع ومؤسساته يسهم في تذليل العقبات وتخفيف المعاناة وإدخال السعادة والسرور للراغبين في العمل والباحثين عن الرزق. محمد الدهام، الخبر. في جنوب المملكة وبالتحديد في محافظة بيشة، سيدة تستهوي إرث الآباء لتنشئ متحف أثري يحتضن أكثر من 3000 قطعة أثرية. متحف قديم أنشأته أم فايز، والتي تستهوي إرث الآباء والأجداد لتعمل عليه بنفسها، ساعية لاستذكار الزمن القديم، وليتواجد داخله الكثير من الحرفيات والذين يستمتعون باستذكار هذه الذكرى. أكثر من 3000 قطعة أثرية مختلفة في زوايا هذا المتحف، بالإضافة إلى الأزياء القديمة، تواجد الكثير من كبار السن والذين يتحدثون عن هذه الذكرى التي على الرغم من بساطتها يستمتعون في العمل بها من جديد. أمي قبلي وجدتي أشتغلوا، نشتغل به، نحط فيه ملابسنا، نحط فيه أكلنا على رتاب من أول ما بالسيارات ونحط وشغلة. قال شغل البداوات من أول، ما كان عندنا مثل ذا الحين سيارات وذا شغلنا بيدينا، وهذا شغلنا، أرسوه لنا أماتنا وجداتنا وخلنا طبيعتهم. وزاوية أخيرة تحتضن أعمالا يدوية من سعف النخيل العريق، ترسم لنا خطا لذكريات قديمة. تختتم مساء اليوم منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، فعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الوحدة، فيما يلتقي التعاون نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة في قمة مباريات الجولة. وفي ختام مباريات الجولة يواجه ضمك ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان ابن عبد العزيز الرياضية في أبها. تنتظر ملاعب المملكة ابتداء من الجولة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البدء بدخول الجماهير.
الجدير بالذكر أن بروتوكول الدخول الجماهير للملاعب يتطلب ألا تتجاوز نسبة الطاقة الاستيعابية للملاعب 40%، وأن يكون محصن في تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى السماح لمن تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 سنة شريطة أن لا يكون مخالط أو مصاب، علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباعد ولبس الكمامات. توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وذكر المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية. تذكر بأهم العناوين: المملكة تقود تحركا عربيا وإسلاميا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات في فلسطين. المنافذ البرية والبحرية والجوية تكمل استعداداتها لاستقبال المسافرين لخارج المملكة في اليوم 5 من شوال. ومنات المناطق تكثف حملاتها الرقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتغلق منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. نذكركم مشاهدينا الكرام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، لأنهما عاملان مهمان لنتجاوز هذه المرحلة. تحية طيبة، السلام عليكم.